اتفرج في الماتش كامل من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره. ما عرفش انا شنو اللي وقع، واش حتى التغيير على المستوى ديال اللاعبين لي بوست ديالهم، بحال دابا ايليا الصغير نورمالمون كان كيلعب في الجناح الايسر، ردو الجناح الايمن بلاص اخو ماش. الجناح اللي كان كيلعب فيه ايليا الصغير لعب فيه زلزولي، كنعتقد على انه زلزولي اليوم ما كانش في المستوى، وحتى المؤشرات ديال انه ماشي في المستوى كان من المباراه الاولى مع الارجنتين. اذا صراحه الماتش ما مفهومش، اللي شاف المنتخب المغربي امام المنتخب الارجنتيني امام اوكرانيا غيقول على انه هذا منتخب اخر حنا ما كنعرفوش. ولكن كنتمنى على انه في المباراه الثالثه تكون يعني الامور طيبه احسن من هذا الماتش هذا، لانه صراحه ما عجبناش الماتش كما كنا كنتوقعوا، كما كنا كنتصوروا، كما كان كيقولوا في البال ديالنا. هذا الماتش كنا كنقولوا ان اوكرانيا الا ما تسجلش عليها غيتسجل عليها على الاقل واحد ثلاثه ولا جوج بيوت، هذا المينيموم. في حين ان كنشوفوا كنستقبلوا هدف اخر يعني الدقائق، مع العلم انهم خارج ليهم يعني لاعب. المهم كنتمنى حد موفق للمنتخب في المقابله الاخيره ان شاء الله. الاداء ديال المنتخب المغربي اليوم كان مزيان، واخا ضيعوا بزاف ديال المحاولات في الدقائق الاخيره. البوخنوز ضيع علينا شي ثلاثه ديال الاهداف، حتى هما هادو كندخلهم في الحساب. والمهم كان الاداء شويه ما بيش، واخا جوج لواحد ضيعوا بزاف ديال الاهداف. المهم كان الماتش في المستوى، ونتمنى ان شاء الله ديال الماتش ديال العراق يكون الاداء ديالو مزيان ان شاء الله ويربحوا. المدرب ما كانش عليه في الاخر يدير داك الشونجمون، يخرج لينا الهجوم ويدخل الدفاع تما فين شويه خسرها. المهم كيبقى الاداء في المستوى رغم الهزيمه، ولكن تتبقى سيبو ماتش واعر زوين. الماتش ديال المنتخب اليوم كان ماتش زوين، تفرجنا في مقابله مزيانه الحمد لله، شجعناهم جوسكو بو حتى لافان. كان شويه ديال الانحياز ديال الكره بالنسبه للعابه، كانوا كل واحد بغى يلعب بوحده، هذه كاع العالم قال كلشي بغى يلعب بوحده، كلشي بغى يماركي راسو. داروا اللعابه داروا بالدور ديالهم، ولكن مازال على سكيتي وخاصو مازال يقاد التشكيله ديالو، حيت كاينين عندنا بونتوش مزيان، عندنا بوشواري، وعندنا سميتو الاخر من غير بوشواري اخو ماش ما دخلش من الاول، ما عرفناش واش كان مضروب. مي الماتش كان زوين، وان شاء الله نشدوا في العراق. لعبوا بغاو يلعبوا التكنيك بزاف، يفولي بوكو جوي التكنيك، دي باس تكنيك دي، مي نورمالمون يلعبوا دي باس سامبل. سي فغي عندهم لعابه عندهم لي تكنيك اكثر من لي فراب. حكيمي ما شاء الله، عندنا رحيمي، عندنا امير ريتشاردسون، عندنا دي بون جوار. وي يا دي بون جوار. با جيدي لا فينال. كان عندنا تخوف في المباراه الاولى، ولكن الحمد لله بفضل ليكيب زعما، وفرحنا باللي كاين مدعمين بالشبان كذلك، ومدعمين بالفريق الاساسي بحال حكيمي بحال سفيان الرحيمي. ولكن اليوم كنتفاجئوا يعني تفاجئنا في المباراه الاولى بالتسجيل ديال الهدف الاول. الحمد لله اون ريكوبيري في الدوزيام ميتون، ولكن يعني كان عندنا فرص كثيره، وحنا ملي كيكون عندنا فرص كثيره اوتوماتيكمون حنا خاسرين. هذه بحال واحد عندنا قاعده، ملي كيكون عندنا فرص كثيره وحنا اللي كيكونوا سباقين في المرمى، فديما تعرف بلي ذاك كونتر اتاك غادي تمارك علينا. هذه شي حاجه قاعده اللي عندنا حنايا في المنتخب المغربي. كنتمنوا لهم حد اوفر في الماتش اللي غادي يجي مع العراق، اللي غادي يكون ماتش جهادي 100%. كنتمنوا انهم يتالقوا هنيئا لينا. المنتخب اليوم تقريبا تحكمت فيه الانانيه ما بين بزاف ديال اللعابه. الزلزولي ما كانش في المستوى المناسب، حولوا من لاكوب ديال 7 حتى ل 11 وما عطاش نفس المستوى. الفردانيه اللي تغلبات على اللاعبين ديال المنتخب، خصوصا وانه حاله الطرد اللي تعرض لها المنتخب الاوكراني كان نورمالمون خصهم يزيدوا، حيت نورمالمون نقولوا واحد الشوط الاولاني كان لصالح اوكرانيا، ولكن الشوط الثاني طرد لك لاعب بحمراء وفي الدقيقه الاولانيه وماركيتي التعادل، شنو كان خصك دير؟ كان خصك واحد الاندفاع الكبير. اللعابه ديالنا تقريبا شويه ديال الانانيه وشويه ديال اللاعب الاستعراضي من هنا ومن هنا،
وكانهم بحال في مباراه استعراضيه عاديه، خصوصا عصبونا ملي اصلا داروا التعادل وعاد جاهم داك اللعب الاستعراضي ضرب كره من هنا بشويه، ولكن راه كتضيع راه كتستقبل بيوتها. ايوا هادشي اللي عطى الله في انتظار المباراه ديال العراق، على اساس خصنا نربحو؟ ما تقولش لي تعادل ولا شي حاجه تربح. شوف هاد الكره الحديثه اليوم كتعترش باللعب الاستعراضي ولا حق دقه دقه ولا رجع كونتر لاطاك ولا رجع للدفاع عاد نبقى بيت خصك تماركي، عندك لعابه واعرين خصك تماركي، ما تقول لي لا هادي لا هادي، فهمتيني؟ كاين واحد التقصير شويه من المدرب، ولكن راه الغالب الله راه ما عادو ما يديرش، راه يقول له العب هنايا وهو غيدير داكشي الاخر اللي في عقله. النقطه السوداء في هذه المباراه هو الزلزولي. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.